انا عامل اختصاصي ضرب بسيلات حياتي. شو بدك فيه؟ جبنة، زعتر، كشك، قورمة، فطير، سليق، لحمة بعجين، شو بدك بأمرك؟ الفرن له 23 سنة. بتاكل عندي أكتر شي كوكتيل، كشك، جبنة، زعتر، لحمة بعجين، كل شي بيأكله. اسمي لينا سعيد. بيجوا بيأكلوا عندي زعتر، جبنة، كشك، كوكتيل، فطاير بسليق، قورمة، لبنة بقورمة، كل شي معجنات. ٢٣ سنة بخدمة الناس. خدمة الناس. فرن العين. فرن العين. يحشوش. قرب كنيسة مرسى معان. برج سنترال يحشوش. برج الملحمة ايه؟ شو بدك تقبرني؟ ضيعة كتير حلوة. ضيعة بتعقد. شو بدي اقول لك عن ضيعة؟ ضيعة. شعبها كتير مهضوم، كرما، لذيذين، مهضومين. شو بدي اقول لك؟ الهنيين وجان قال. يلا الحقني تروح. وقلبت علي سيارة، كسرت لي الدنيا، شو بدي خبرك؟ شو بدي خبرك؟ كسرت لي الدنيا السيارة. مين اجى علي؟ مين وما اجى؟ موسى صغيب، شرب الكاملة، جورج الطيف، هاو شعار. هاو. عملنا حفلة لنقول عطلة. مين وما اجى؟ موسى صغيب عمل حفل تاني يا عيني. شو سر العجين؟ ها سر هلا ادوق. وحده بيض بقورمة، وحده زعتر، وحده شو كمان؟ اثنين بيض. انتو ثلاثة، شو بدي طعميكم؟ تاني قبل بيوم. العجينة دايما قبل بيوم؟ أكيد، من عشية لتاني يوم الصبح، راحت راحت، ما راحت بتحطها بالبراد. ما بتخمر وبتعفن و هاي إلها يومين شمها. شو سرها؟ سرها هي إلها سر. بيض قوارمة، بيضتين؟ بيضتين. كل هول على منقوشة؟ كل هول على منقوشة، أنا هيك بعملها. قوارمة بلدي؟ قوارمة بلدي وبيض بلدي. غير شكل. شفت البيض البلدي. روعة روعة روعة. حرب، كنت أنا انفيرميير بمستشفى الروم. كان عندي ربيع صغير. هربنا من الحرب، جينا ما في شغل، ما في شي، جان وقف شغله. قمنا فتحنا فوق الملحمة فوق. فتحنا فوق الملحمة هيك صاج صغير. وإذ صرنا شوي 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 أنجأ تطلع مصاري، يعني تجيب البضاعة فيها. وآخر شيء كتر خير الله صرنا نروح مهرجانات، نروح أعياد، نروح حفلات، يطلبونا نروح نعمل حفلات بالبيوت. ومش الحال وكتر خير الله وربينا أربع أولاد. أربع أولاد متعلمين من اللي بدك إياهم يعني. هيدا القوارمة وبيض. هاي قوارمة وبيض. غنية كبيرة كريمة. كتر خير الله. هلا تنطبخ على الميلتين. أنا هيك بعملها منقوشة. صوت المنقوشة على الصاج كيف بتعمل بش حلوة كتير. هاي المنقوشة جبنة. كنت اعملها انا بالاعياد مسكره، يقولوا لي الاولاد لا طان بدنا اياها مفتوحه، قال لهم انا دقوها مسكره وشوفوا. يدقوها مسكره هلا بيقصدوني من الكفور الاولاد بدهم منقوشه طانت لينا مسكره.
جبنه مسكره. هلا دوقها شو طيبه مسكره، مسكره عصاج. ولادا بجنوا بجنوا هون بالمقيش. شي واو شي واو. اي نهار بدك بعمل لك معجنات. طب عم نشوف الفرن، عم نشوف الصاج، بس في فرن يحو. ايه لشو بتستعملي؟ للمنقيش بيفتحوا جمعة سبت احد اذا في عجقة، اذا ما في عجقة حرام صاج. عرفت؟ عجينتك مثل البسكوي، كأنها عجينة فرن بس على الصاج. مش معقول، مش معقول. طراوتها اساسا نكزة قرشة من برا، فيها سويتنس كتير لذيذة، قرشة مثل ما لازم. واو واو، عن جد زعترات توب نوتش. لا ستلينا بطلة انت. عامل جنينه 1200 لتر من هيدا الزعتر. طب جبته من البرية؟ لا روعة روعة روعة. عندي ما تخبرين السر. بدها زيت. هلا اذا لحدا بيضحك عليك بدها زيت. ما بدك تكب طون خميره، تاكل 10 ما بتحس. واو تاكل 10 ما بتعمل نفخه. عن جد عن جد برافو، لانه الخميره بتقتل المعده. قطع دوق جبنه دقوا. هاي بتقوص لحالها. جاو لانه الشغله شغله كبيره، غير انه المنقوشه روعه، بس هن مع بعضهم ضحكه هالقد وبتسالوا على بعض عن ناعم. هيدي الجبنه اللي مسكره، عجينتها مش معقول. سحر 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 سحر. الجبنه اللي جوا دايبه مثل ما لازم، منا مالحه ابدا، ما بتمغط، عيش على العجينه بيوتيفل. ومش بس هيك، تجيكم بالاخر البيض مع قوارمة. قوارمة كريمة، شفتوا العجينة كيف مخمرة مثل انا فات على الفرن، بسكوي رفيعة كتير. اكسبشنال اكسبشنال اكسبشنال. رح حطها على الليستة تبع التوب 10 بيكريز بلبنان اكيد، لانه منقوشتها جوا احساسها كل شيء بيصير هون توب اوف ذا لاين. هيدي بدها لبنه وزيت زيتون. انا على طول هيك بضحك. القهوه جهزت. يلا يلا تفضلوا. كون سبور انت بالجبل وانت بالحرش وبالوادي، ما تعمل لي حبك نار. والله عظيم مثل النار، مش عارفه بس خبرني خبرني. اكلات هنا طيبين؟ كثير طيبين. يلا هيدا جنوب. والله اهضم من هيك، بشرفك انت عشان قهوة. ليه ما بدك قهوة؟ ما تقول لي عم تصور هلا نحن عم نضحك. لك ما في اهضم منك. ميرسي. مش انت بتقول هيك، كل العالم بتقول هيك، بس قالوا لي عشك اخي معطر هيدا بضل يعذبك. لا مش انا. لك وين رحت طيب؟ هي نبدأنا يا غالي مثل النار. ايوه ايش عليك؟ هيدي الصورة هيك. ايه تعال مش عم بحط قهوة. بعينك. لشو حطيت الماسك؟ السخط ما هو الماسك مش بقى. عم تزيح مني. وتغيره. هلا الماسك بنغيره قديش؟ مرة بالشهر؟ كل شهرين مرة يا معلم، غير الأصلي. غير الأصلي. هول شو؟ عن جد هول شو؟ شو هالاكتشاف؟ ماستراي.